بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا القوارير، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيدون بسير الأولين. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، وأشعر لكم بنوع من الامتنان في الحقيقة علينا بمتابعتنا، جزاكم الله خير. أرحب أيضا بأبنائي أو إخواني الشباب الحاضرين معي، وهؤلاء الشباب وإن كنا جميعا أنا وهم نتكلم عن القوارير، نتكلم عن النساء، إلا أن القوارير يعني هن اللاتي ولدننا، وهن أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، ولا غنى للرجل عن المرأة عموما، يعني وهي نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر، يعني فهي المجتمع كله في الحقيقة. اليوم لن أتكلم عن صحابية من الصحابيات. جرت العادة أن نطرق الكلام حول، يعني كنا تكلمنا سابقا عن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تكلمنا عن عدد كبير من الصحابيات. اليوم سأنتقل بكم نقلة طويلة حتى نصل إلى امرأة اسمها مخة أخت بشر الحافي. بشر الحافي كان زاهدا من الزهاد، معروف بزهده، حتى إنه يعني كان في عصر الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله أحمد الحنبل يثني عليه كثيرا في زهده وورعه إلى غير ذلك. مخة أخت بشر الحافي أيضا كانت امرأة عابدة عندها نوع من الورع. الورع يا جماعة هو يعرفه العلماء، يقولون أن تترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. يأتي إلى إنسان شخص معين يقول له ترى اكتشفوا أو صنعوا نوع من العصير جديد مثلا، أو نوع من المرطبات، مثل المرطبات المشهورة الآن، أنا ما أعمل دعاية لكن هي مشهورة من نفسها، مثل البيبسي والكوكا كولا وغيره، في مرطب جديد جميل ولذيذ وكذا ومسموح به ويباع في المحلات كلها، يشتريه الكبير والصغير، لكن يبدو أن فيه نسبة قليلة جدا جدا من مادة تستعمل في صنع الخمر. فقال يعني هو مسكر؟ قال لا، ليس مسكرا. هل شرب الكثير منه يسكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال لا، كثيره وقليله ما يسكر، لكن فيه مادة تشبه بعض المواد التي تصنع في الخمر. لما تقرأ مثلا المكونات وتقرأ المكونات التي في الخمر تجد فيه تشابه في مادة واحدة لكن بنسبة قليلة، فهو جائز الشرب مثلا، والعلماء أفتوا بجوازه، جواز شرب هذا المشروب الذي ليس مسكرا ولا خمرا بل من المرطبات. فيقول صاحبنا والله يا أخي ما دام أن فيه مادة تشبه الخمر تدري فكني من كله. طيب يا أخي ليش؟ قال يا أخي الأنواع كثيرة، أنا أشرب أي نوع من العصيرات المرطبات لازم أشرب هذا النوع، أنا لن أتساهل بشربه حتى لا يكون هذا مرحلة للتساهل بما هو أشد منه، مثل السارق. السارق لا تكون أول جريمة سرقة له سرقة 5 مليون أو 6 مليون، في الغالب يسرق من البقالة التي بجانبهم، ثم يبدأ يسرق 200-300 ريال، ثم يبدأ يسرق هواتف جواله، ثم يبدأ بعد ذلك يسرق، حتى بعد ذلك يبدأ يعني ربما هجم على بعض المصارف وسرق ما فيها. فالمقصود أن الورع هو هذا النوع، أن تترك ما لا بأس به خوفا من ما به بأس، خوفا منك تتساهل. لذلك حتى الآن حتى في الصلوات تجد أن الإنسان الذي يحرص على أن يصلي السنة التي قبل الصلاة دائما لا بد أنه يبكر المسجد أصلا، صح؟ حتى يصلي السنة القبلية، وبالتالي لن يضيع تكبيرة الإحرام ولا تفوت أبدا. لكن لو تساهل في السنة القبلية هذه ستفوت تكبيرة، سيبدأ يتساهل تكبيرة، فإذا تساهل بتكبيرة الإحرام شيئا فشيئا ستفوته الصلاة كلها، ويبدأ يصلي مع الجماعة الثانية التي في المسجد. هذا كله من تساهل الإنسان مثل ذلك، وهذا هو الورع الذي نذكره، أن تضع حول المحرمات سدا منيعا حتى لا تستطيع الوصول إليها. ما هي علاقة المرأة البطلة التي معنا التي سنتكلم عنها، ما علاقته بهذه القضية؟ المرأة كانت ورعة شديدة الورع وشديدة الخوف من أن يكون الشيء الذي تفعله محرما. أعطيكم مثالا، كانت المرأة تغزل وتتكسب المال من الغزل، وتغزل معروف الغزل تأخذ خيوط الصوف وتصنع منها قماشا، فكانت أحيانا ينطفئ السراج عندها في الليالي المقمرة فتغزل على ضوء القمر، تجلس في فناء المنزل وتغزل على ضوء القمر وتبيع طبعا الذي عندها. جاءت مرة إلى أحمد بن حنبل
قالت له يا أبا عبد الله، قال نعم، قالت عندي استفتاء، قال نعم، قالت أنا أغزل على ضوء السراج في الليل فينطفئ السراج أحيانا، ما عندي زيت أضع في السراج، فأكمل الغزل على ضوء القمر، فهل يجب علي عندما أريد أن أبيع أن أبين لهم أن هذا غزل على السراج وهذا غزل على ضوء القمر؟ الله أكبر، مع أن الغزل واحد ما في فرق، هو قماش واحد لا تلاحظ أي فرق. فقال الإمام أحمد أبينهما فرق؟ قالت لا والله ما بينهما فرق، لكن جرت العادة أن الناس يظنوننا نغزل إما في النهار وإما على ضوء السراج، وأنا أستفيد أني أوفر الزيت وأغزل على ضوء القمر، فهل يجب علي أني أخبر الناس أم لا؟ فقال أنت من؟ لأنها امرأة محجبة كاملة. قالت أنا أخت بشر الحافي. قال آه، من بيتكم خرج الورع، أنتم والله اللي عندكم مثل هذه الدقة ما شاء الله. ثم أفتاها بما أفتاها به وذهبت. وفي رواية أنها سألته سؤالا آخر، قالت له يا أبا عبد الله أنا أحيانا أأتي وأنا أغزل في فناء المنزل، تقول فأحيانا إذا جاء الشرط، الشرط هم الشرطة الذين يسيرون بالليل، ها يأتون يسيرون بالليل في الشوارع، معهم شعل من نار، معهم شعل من نار يشعلونه ويمشون، ما عندهم في السابق يعني أنوار في الشوارع، تقول فأحيانا يأتون هؤلاء ويقفون بجانب البيت يتحدث بعضهم مع بعض وشعلة النار شغالة وبالتالي تضيء علي وأنا في المنزل، تقول فأفرح وأطفئ السراج حتى أوفر الزيت وأغزل على ضوء هذه الشعلة. ثم قالت فهل يجب علي أن أستأذن منهم لأجل أن أغزل على ضوء الشعلة التي معهم؟ الله المستعان، هنا يا شيخ ما حد ما حد يا الله المستعان. الأمر الآن، الناس الآن يقعون في الشيء الآن، الناس تقول له يسألك عن حكم معين تقول له حرام، فيقول لك يعني شيخ حرام قوة قوة، يعني ما في قول آخر، أي ما في قول آخر، حرام قوة كثير ولا حرام شوي؟ يعني إذا كان حرام شوي بتفعله؟ وأحيانا يتساهل الشيطان على الإمام يا أبو مروان، حتى الشيخ في التساهل أن تلقاه ما مثلا ما أجاز الشيخ تلقاه يروح الشيخ ثاني وكذا، وحتى أنه يحصل على الفتوى اللي هو يبغاها. أحسنت، أحيانا يذهب ما يجوز أنه يذهب يتتبع الفتاوى، طبعا تتبع الفتاوى ما يجوز، لكن هذا يجرني إلى الكلام على مسألة أنواع النساء في الورع، مدام برنامجنا حول القوارير وحول أخواتنا وأمهاتنا ونسائنا عموما. أنواع النساء في الورع ينقسمن إلى قسمين، منهن المتساهلات التي تأتي إليها وتقول لك مثلا فضيلة الشيخ ما الحكم إذا أردت أني ألبس ملابسي، أني ألبس إلى الركبة وأجعل البلوزة تفتح تخرج شيئا من صدري وشيئا من ظهري؟ فتقول لها أنت يا بنتي ما يجوز هذا اللبس. تقول ما يراني إلا نساء، نحن في عرس. حتى لو عرس يا بنتي ما يجوز مثل هذا اللبس. تقول طيب في شيخ مرة أفتى وقال إن المرأة عورتها من السرة إلى الركبة، في شيخ أفتى، فهي متساهلة تبدأ تتتبع الرخص، مع أن الذين أفتوا بأن المرأة عورتها من السرة إلى الركبة لم يقولوا إن المرأة يكون هذا هو أصل لباسها، إنما هي تخرج ما فوق السرة وما تحت الركبة عند الحاجة. مثلا امرأة جالسة مع مجموعة نساء فأرادت أن ترضع ولدها فكشفت صدرها ثديها وأرضعت ولدها، هذا جائز جائز، لكن لو أرادت مثلا أن تحك فخذها ما يجوز تخرج فخذها أمام النساء وتحكه، حتى لو كان حاجة تذهب لوحدها وتحك فخذها ثم تعود، أو لو عندها مثلا لزق أو مسحة طبية أو أي أمر أرادت تغير أو تعطي نفسها إبرة إنسولين النساء وتحكه، حتى لو كان حاجة تذهب لوحدها وتحك فخذها ثم تعود، أو لو عندها مثلا لزق أو مسحة طبية أو أي أمر أرادت تغير أو تعطي نفسها إبرة إنسولين أو كذا، ما يجوز تكشف فخذها أمامهم، تذهب لوحدها لأن العورة ما بين السرة إلى الركبة. لكن الذي فيه التسهيل هو عند الحاجة يجوز لها أن تخرج صدرها، يجوز أن تخرج إلى الركبة، امرأة مثلا جلست فخرج ساقها، كانت تغسل مثلا في البيت أو كذا وخرج ساقها، هذا الأمر فيه سهل. فليس الأصل الجواز أن المرأة تفصل لباسها أصلا على هذا اللباس الشكل الكاشف، لا. فلما تأتي امرأة متساهلة هذا النوع الأول منهن وتقول يا أخي أصلا يعني أنتم ليش تشددون علينا، أنتم أعطيتوا الموضوع أكبر من حجمه، في مشايخ يفتون، أنت تقول أغاني حرام، في شيخ يقول حلال يا أخي، أنت تقول مدري إيش كذا، في شيخ المتتبعات، هذه ما عندها أي نوع من الورع مع الأسف، وهذه ودك أن تأتي إليها وتحدثها بخبر مخها أخت بشر الحافي
التي تقول أنا أغزل على ضوء هؤلاء، لازم أستأذن منهم أم لا أستأذن؟ وهذا يعجبني، سؤال جاءني من أحد الشباب قبل كم يوم، يقول يا شيخ إن أحد جيراننا ركب عنده مودم تبع الإنترنت، تبع الدي اس ال للإنترنت، وأحيانا المودم بعضه يكون مداه طويل. لا، إذا حط رقم سري بعد إذنك. نعم. رقم سري لا ما يقدر يستخدم إلا الشخص نفسه. إلا الشخص نفسه. إذا ما وضع رقم سري. ومشغله يقدر يستخدم أي واحد من قريب. جميل. السؤال الذي سألني يقول يا شيخ إن جار إنني أنا لما أشغل الكمبيوتر عندي أجد فيه دي اس ال شغال، يقول وأظنه من إحدى الشقق التي حولنا في العمارة. فيعني يكون ما وضع رقم سري مثل ما ذكر أبو نورة يعني، وإنما ذاك وضعه هكذا. طبعا هو لا يضره أن يضعه مفتوحا أظن، لأن الصرفية واحدة. نعم. بالشهر. إيه بالشهر، يعني يقول ادفع في الشهر مثلا 500 ريال، سواء استعملته 24 ساعة أو استعملته 10 دقائق. مدفوع التكلفة واحدة. فيتصل علي بعض الشباب ويسألني يقول يا شيخ إني أنا أفتح الإنترنت عندي على ذبذبات تأتيني ما أدري ممن، ولا أدري من الذي يدفع حسابها، فهل يجوز لي أن أستعملها أم يجب أن أذهب إلى الشقق وأضرب عليهم الباب وأقول يا جماعة من منكم عنده إنترنت دي اس ال هل تأذن لي أم لا؟ يعني يعجبني هذا النوع من الورع. يا سلام. فكنت أفتيها أقول ما دام ما عليه ضرر وأنت لن تستعمله إلا في طاعة فما في بأس، مثل لما جارك فرضا يأتي ويضع لمبة نور ضوء عند بابه، وتأتي أنت تجلس عند بابه في الشارع من غير ضرر تذاكر كتبك بناء على الضوء الذي خرج منه، ما عليه ضرره وأنت ليس عليك في ذلك بأس، لكني أوردته ليبين يعني مسألة الورع عند البعض. هذا النوع الأول من النساء المتساهلات. النوع الثاني المتشددات جدا، بحيث أن كل شيء يجعلنا فيه حرج، وكل مسألة من الزينة المباحة تقول لا والله في شيخ مرة أفتى إذن أنا سأتركها، مع أن ربما أن إجماع العلماء على جوازها، لكن مع ذلك تحاول أن تبتعد عنها. من أنواع الورع، طبعا الورع بالمناسبة له أنواع كثيرة، تذكروني بشيء منها؟ الورع يا شيخ باللسان، أنه شخص أنه خايف يقول كلمة مثلا، يقول لا والله أنه ممكن الكلمة هذه أنه تكون محرمة، شخص آخر أنه غلط أو كذا، فأفضل أني أسكت ما أقولها. جميل. هذا يذكرني سبحان الله بحديث عائشة رضي الله عنها، كانت مرة صائمة، ففي أثناء صومها أذن عليها المغرب يعني وحل لهم الأكل الآن، فهي ما تحتاج أنها يعني ما أحيانا يأذن عليك المغرب وأنت صائم لكنك لست جائعا ولا عطشانا، فتأتي تفطر من باب تطبيق السنة والتبكير، ولا ممكن تواصل ساعتين زيادة. فقالوا لها يا أم المؤمنين نقرب إليك المائدة، فهي ما تحتاج يعني طعام، قالت هاتوا الطعام نعبث به يعني نتسلى عليه، ثم قالت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أعبث بنعمة الله أستغفر الله، ثم أرسلت من مالها واشترت عبدين مملوكين واعتقتهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. شوف الورع في اللسان، مساك اللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. في رواية قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. والإمام أحمد الحنبل يقولون إنه زار رجلا، فلما زار هذا الرجل أقبل إليه فإذا الرجل مريض اشتد مرضه، فقال له أحمد أتيت الطبيب؟ ركزوا معي، قال أتيت الطبيب؟ فقال الرجل نعم أتيت فلانا الطبيب. فقال أحمد لا اذهب إلى فلان فإنه أطب منه. أطب منه إيش معناها؟ أفضل منه في الطب. ثم قال أحمد أستغفر الله أراني قد اغتبت الأول. الله أكبر. يقول أستغفر الله أظني اغتبت الأول. شلون حالنا يا شيخ؟ أي والله كيف حالنا نحن اليوم. شوف ورعهم في اللسان، لذلك الذي يدقق على نفسه بهذه الكلمات يدلك على أنه لن يتكلم متعمدا بحرام، مدام أن لما قال ترى فلان الطبيب أحسن من فلان الأول الطبيب قال استغفر الله أنا الضار اغتبت الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهو يكره هذا الكلام. شوف هالدقة هذه على النفس. سأستمع ما عندك يا أبو نورة لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات حول مسألة الورع، وذكرنا لكم قصة
مخة أخت بشر الحافي وكيف أنها كانت تدقق على نفسها في مسائل الورع حتى في أسئلتها، حتى ذكر أنها جاءت مرة إلى الإمام أحمد، طبعا أحمد الحنبل هي تأتي إليه لأنه هو عالم ذلك الزمان، يقولون جاءت إليه يوما فسألته قالت يا إمام أنين المريض، أنين المريض لما المريض يقول هل يعتبر شكوى أم ليست شكوى؟ قال كيف؟ قالت عنها يعني هل يعتبر شكوى لغير الله فينقص أجري أم لا يعتبر شكوى؟ فأنا ما علي مشكلة فيه. شوف هذه الدقة، بينما الآن ناس إذا مرضوا أو مرض أولادهم لم يفكروا في الأجر، بدأوا يقولوا ليش يا ربي إلى آخره، واعتراض على القضاء والقدر ونحو ذلك. نعم يا أبو نور السم. الآن الورع في المال تساهل. أحسنت هذه والله قضية. التساهل فيه من باب مثل الأسهم. الآن فبعضهم يقول أنا أبغى لي شيخ واحد بس يقول لي حلال عشان أحطها في ذمته، هو يدري تلقاه هو موقن من نفسه إنه حرام، ولكن يقول أبغى لي شيخ واحد. والورع الآن الناس اللي يخاف الله يعني حق أنه يخاف سبحانه فيقول ما أقدر إذا فيه شيخ واحد أفتى أن هذا الشيء فيها شك، والباقيين كلهم قالوا ما فيها شك فأني أتركها لوجه الله والله يبدو لك خيرا منها إن شاء الله. أحسنت. مثل الأسهم مثلا، مثل ما ذكرت وغيرها، يعني حقيقة كون الإنسان يتورع في مسألة المال، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، ثم قال وبينهما أمور مشتبهات. مشتبه يعني ما أدري هو يا أخي حلال ولا حرام يا جماعة، ما أدري، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، العلماء نفسهم ما يقدرون يفتون فيها، لا يعلمونها كثير من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه أن ديني لا ينقص مني وأصاب بسيئات، واستبرأ لعرضي أن الناس لا يتكلمون في عرضي. مثل الآن يا جماعة لو واحد رأيته داخلا إلى سوق اشتهر هذا السوق مثلا بالتكشف والغزل، وفي كذا محل يبيعون مثلا خمر ونحو ذلك، دخل إلى هذا السوق، ألا يكون هذا مدعاه لكلام الناس في عرضه؟ ولا لا يبدون يقولون ايش اللي ودى فلان للسوق هذا، ما الذي أدخله إلى هذا السوق؟ أحسنت، لو فيه خير ما ذهب إلى هذا السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي هذه الأماكن اللي فيها مشكلة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أني ما أنظر إلى حرام، واستبرأ لعرضه، عرضه يعني سمعته، زين طلب البراءة، طلب السلامة لسمعته. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اللي يتساهل أول شيء مثل ما ذكرنا عن السارق، يسرق حلويات، يسرق وهو صغير، فإذا كبر سطى على المصارف والبنوك وغير ذلك. فيقول ومن وقع في الشبهات حلويات يسرق وهو صغير فإذا كبر سطى على المصارف والبنوك وغير ذلك فيقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى كانوا في السابق الملوك والخلفاء يجعل له مجموعة من الإبل ويجعل لها حمى، حمى يعني يجعل لها مكانا معينا ممنوع أن يرعى الناس فيه إبلهم وغنمهم، هذا المكان هذه الدائرة هذه مخصصة فقط لإبل فلان، هذا حمى. فيأتي بعض الرعاة، هم طبعا كلما اقتربوا من مكان الحمى يكون الزرع أكثر، ليش؟ لأن حمى. فيبدأ الراعي يقول أنا لن أدخل الحمى لكن حول الحمى، فإذا جاء حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يرتع فيه يعني يرعى فيه. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله تعالى وضع حمى جوا، موجود زنا، شرب خمر، إلى وضع حمى، لا تقربوا من هذه المحرمات. كون الإنسان يقول أنا لن أزني لكن أحوم حول الحمى، أدخل إلى المرقص وأنظر للنساء بس بأنظر، نقول أنت تحوم حول الحمى. واحد قال أنا لن أشرب خمر لكن بأدخل البار وأنظر للذين يشربون، أنت تحوم حول الحمى. قال أنا لن أدخن لكن أشم الرائحة وأخذ شفطة، أنت تحول حول الحمى. الآن قال أنا لن أكلم بنات لكن سأدخل إلى الشات وأشوف مكالمات، أشوف السواليف بينهم، أنت حوم حول الحمى، ابق بعيدا. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يرتع فيه. نعم يا عاصم. يا شيخ موضوع يا شيخ النظر يا شيخ والورع في النظر يا شيخ. أحسنت إطلاق النظر بعض الناس، لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر النساء قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، امرأة عمرها مثلا 90 سنة وخلاص ما ترجو نكاح،
حتى لو تزينت وتجملت وضعت انواع المكياج ما حد راح يخطبها يعني. قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن, انها شيء تنزع حجابها تكشف. ثم قال غير متبرجات بزينة, أهم شيء ما تضع مكياج. ثم قال الله وأن يستعففن خير لهن, حتى لو كان عمرها 90 سنة, حتى لو كان عمرها 90 سنة فالأفضل لها أنها تتحجب وتتغطى. يا ربي ما أنت قلت القواعد, نعم قواعد لكن حتى لو تتغطى أحسن. شوف لأجل النظر, لو جاءك إنسان وبدأ يطلق بصره في النساء قال لا هذه عمرها 90 سنة عادي أنظر إليها, وهذه عمرها 85 قريبة منها, ثم بكرة قال هذه عمرها 70 قريبة منهم, وهذه متزوجة وعندها عيال, هذه متزوجة وعندها عيال ما في مشكلة, هذه قريبة مرت عمي مرت خ... يبدأ بعد ذلك ربما ينظر إلى ما هو أدنى من ذلك. سمي أبو مروان. سمنا بس موضوع المال يا شيخ, إنه نرجع الورع في المال. تجد أحيانا التجار في ترسية المشاريع تجد مثلا لما يرسل مشروع على التاجر في مكتب المسؤول مثلا في الدول العربية والدول الخليجية, فيقول مثلا المسؤول ما شاء الله المشروع مثلا كلفك ما شاء الله مبلغ وقدره مثلا 4-5-10 مليون, فقال يعني يوقع لا تنسانا مثلا لا تنسانا, فكان لا تنسانا يعني قصده يعني يعني كان رشوة يعني يعني من العشرة مليون هذه يعني, فشيء كبير يا شيخ إنه يعني قصد أنا أمشي لك الموضوع ممكن إنه هو ماشي لكنه ممكن يوقع وكذا يقول يعني إنه ترى المرة الثانية مثلا حاول إنك دخلنا في الرحمة. أيوة شيء كبير يا شيخ إنه موضوع الرشوة حتى في الموظفين الصغار يا شيخ أحيانا مثلا والله مسألة تتعقد مثلا في معاملة معينة إلا لحد ما مثلا تجد عن طريق غير مباشر مثلا شخص أو مكتب أنه يدفع للموظف هذا. أحسنت لحد ما تمشي أمور. والله يا أخي أنا أقول اليوم تساهل الناس بالرشوة بصراحة ووقوعهم فيها أصبح يعني مشكلة عامة في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي, ومع ذلك عدد من الناس ما عندهم مشكلة في الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان, اسمعوا يا جماعة هذا الحديث العظيم, يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال من حلال أم من حرام. لا الرجل المرأة أهم شيء يجمع فلوس, حلال حرام لا تدخلني في هذا الموضوع, أهم شيء بدل ما يكون عندي 1000 يكون عندي 10,000 أزود الأصفار أمام مالي أزود الرصيد. قال لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام, وهذه حقيقة مشكلة يعني, وتساهل الناس بها سيؤدي بهم إلى عظام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مرة في طريق فبل دخل بيته صلى الله عليه وسلم دخل بيته, فلما جلس على فراشه التفت فرأى تمرة وكان جائعا فأخذ هذه التمرة ورفعها ومسحها, فلما أراد أن يأكلها قالها لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة. أحسنت أن تكون من الصدقة من تمر الصدقة لأكلتها. الله تصدق بها. يقول الناس يجمعون عندي الصدقات وأنا أوزعها الفقراء أخاف إن هذه وقعت من يعني أحد أحضر من تمر الصدقة, لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وكذلك في يوم آخر كانت الصدقة بين يدي عليه الصلاة والسلام تمر, فأقبل الحسن أو الحسين يعني ابن بنته طفل صغير أقبل وأخذ تمرة ووضعها في فيه, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك يده وأخرجها من فيه وقال كخ كخ أما علمت أنها من الصدقة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها مع التمر. الآن يا شيخ سبحان الله نتساءل في موضوع أكل أكل الحرام يعني حقيقة أموال الأحسنت أموال اليتامى الاحتيال على الناس مال حرام وهما الحرام. نسمع اللي عند نايف لاحظ يا دكتور يمكن الكل يعرفها في وقتنا هذا الحين ما في شيء يعرف بالورع, يعني شخص يتصف بالورع حقيقة لا يصاب بالورع وإنما يصاب بالمتشدد أو ثاني موسوس. أحسنت بعض الناس حقيقة فعلا إذا رأك تتورع عن بعض الأمور يعني قاسك على نفسه كونه متساهل 100% ورأك أنت متشدد إلى 10% 20% قال يا أخي أنت ليش متشدد, أنت ليش أنا لا أريد أن أكون مثلك. مثل المرأة التي العارية
مثلا وترى امرأة قد لبست لباسا قصيرا شورت, فتقول يا أخي أنت ليش مشدة على نفسك, أنت اللي جايب العيد في لبسك, أنت اللي مخرب الأمور كلها. فالمقصود أن أيضا ضبط هذه المسائل. لذلك أنا أقول ينبغي أن نستفيد أشياء منها. أولا ورع الإنسان فيما يخرج من لسانه, منها ورع الإنسان فيما يدخل إلى جوفه. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه, فلينظر أحدكم ماذا يدخل في بطنه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منها الورع فيما ينظر إليه, لا يتساهل الإنسان في الورع بهذا. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فمن اتقى الشبهات, أي شيء فيه شبهة قل اللهم سلمني, فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا أخي سلامة الدين لا يعدلها شيء, كون الإنسان يبقى سليما في دينه هذا لا يعدل شيء. سمي يا محمد. يا شيخ الحديث ذكر في القروض الآن, القروض التي من البنوك, البنوك أحسن يتسهلون فيها كثير. يقول لك أنت ليش متشدد إن كله بيأخذها, ما هي واقفة علينا, ولو فيها شيء كان مشايخ يتكلم عنها ومنعوها. أحسنت. طبعا القروض التي من البنوك, نحن نكلم الآن إخواننا الذين ليسوا فقط في المملكة عندنا بل في العالم كله, يعني يشاهدنا الناس في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وغيرها, وفي دول المغرب والعربي ومصر وغيرها, يعني دول العالم كلها. فالبنوك تختلف, لكن أنا أقول البنوك التي عندها قروض ليست قروض شرعية, ليست مبنية على فتاوى علماء ثقات, فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل بها, بل يبقى يحرص على أن لا يدخل إلى جوفه إلا المال الحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللحم اللي ينبت من مال حرام هذا يعني النار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير يا شباب, وأسأل الله أن ينفع والله بهذه الكلمات. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أيتها القوارير, أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا, ونجعلنا مقتدين بمن ذكرنا من سلف هذه الأمة ونسائها الصالحات. أشكر لكم ولكم هذا الاستماع والإنصات. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.